السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله مساءكم يا اهل الود والخير والبركه اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يبارك لكم في ليلتكم هذه وان يجعلها ليله مباركه طيبه مليئه بالخير والبركه وذكر الله وقراءه القران والصلاه والسلام على الحبيب محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب الا انت يا اكرم الاكرمين يا الله يا رب العالمين ايها الاحبه الكرام قبل سنوات سنوات قبل ان تبدا احداث سوريه كنت انا قد سجلت مقاطع للناس الذين كانوا يرغبون ان ياتوا الى بلاد السروج هذه بلاد السويد او بلاد الغرب عامه كنت فيها مخلصا للنصيحه اخلصت فيها النصيحه لاخوتي لان الدين النصيحه ولانني كنت معهم صادقا في مشاعري وفي اقوالي ثم تعرضت لهجوم شديد كما قلت ماذا تريد ان تعيش هناك في النعيم والرغد ولا تريد ان احد ياتي الى هنا ليشاركك لقمتك او اقوال اخرى حتى انه وصل الامر انني اصبحت اشك في أقوال نفسي فاقول معقول انا ما اخلص النصيحه لهؤلاء الناس الذين يرغبون ان ياتوا الى بلاد الغرب الان بعد عشر سنوات وبعد ان اضطر الكثير الى الهجر الهجره الى بلاد الغرب والى السويد منهم كان مختارا ومنهم كان مجبرا اخاك لا بطل المشكله ما هي المشكلة أن الكثير الآن يعاني من شيء اسمه سوء التأقلم. بعض الناس، سبحان الله! الناس مختلفة. البعض عنده قابلية الانسجام والتأقلم والنمو بشكل ممتاز. والبعض الآخر ليس لديه هذه الإمكانية. وهذه يدركها كل من عمل مثلا بالزراعة. عندما تريد ان تنقل شجره وتغرسها في مكان اخر فربما لم تستطع هذه الشجره او لن تستطيع هذه الشجره ان تنبت في ذلك المكان لان تربتها مختلفه ولان قابليتها للانبات تختلف وهذا حال الانسان ايضا لان الاخوه واهل قوات الدعم الاستراتيجي الذين أسميهم قوات الدعم الاستراتيجي وهم اللاجئون إلى هذه البلاد هم كالأشجار التي نقلت من تربتها إلى تربة أخرى ليس من السهل فالبعض الآن يعاني ممن مما يسمى متلازمة سوء التأقلم. مساكين، والله أنا أحزن عندما يخبروني كمثال هؤلاء أنتم تعرفون الحياة في هذه البلاد لم تعد سهلة يوجد عليك ضغوط ومتطلبات يجب عليك أن تلبي هذه المتطلبات متطلبات متنوعة بعضها متطلبات مادية وبعضها متطلبات ثقافية وبعضها متطلبات لغوية وبعضها متطلبات عاطفية الامر ليس بالسهل يعني هي على السويديين انفسهم ليست بالسهله متطلبات الحياه هذه التي يعيشها الناس حتى على السويديين انفسهم ليست بالسهله طبعا متطلباتهم تختلف عن متطلبات انا الشخص القادم حديثا ولكن مع ذلك هي متطلبات تستلزم سهر وتعب وذكاء ذكاء و خبرة واطلاع ومعرفة ليس بالأمر السهل. فما بالك بأولئك الذين أتوا إلى هذه البلاد وهم لا يكادون يفكون الحرف مسكين. يعني بعض الناس الذين أتوا إلى هذه البلاد لا يستطيعون أن يقرأوا العربية نفسها هم أميون. أميون وجاءوا إلى هذه البلاد كيف كيف ستجري أمورهم أمورهم كيف ستجري أمورهم أريد أن أسأل أنا البعض يقول سوف تجري نعم هي سوف تجري والحياة تستمر يعني هذا لا لا شك فيه ولكن ولكن يا أهل الخير هم يعانون أشد المعاناة أنا أعرف ذلك، أعرفه لأن الناس تكلمني وتخبرني عن آلامها وأنا أحس بها. يعني مثلاً أضرب لكم مثالاً. أحدهم له خمس سنوات في هذه البلد. ومخه يا أخي مخه لا يستوعب اللغة. يعني مخه لا يتعلم اللغة السويدية، قد حاول وحاول، يعني في ناس كما قلت لكم. اللغة عندهم من أسهل ما يكون. ولكن بعض الاخ... الناس الآخرين اللغة عندهم من أصعب ما يكون هم بالكاد تعلموا العربية حتى يتعلموا السويدية خمس سنوات خمس سو... سنوات ولكنهم لا يستطيعون التكلم اللغة وهم يعانون أشد المعاناة لماذا لأنه يظن أن الخطأ فيه فيلوم نفسه ويلوم نفسه وهي تلوم نفس نفسها والمجتمع يلومهم انتم اغبياء ما كنت تتعلموا لو لم يقولوا لو لم يقولوها مباشره ولكن النظرات النظرات وكذلك التلميحات توحي بذلك والحياه كما قلت صعبه ومتطلبات يجب ان تتعلم حتى تعمل يعني لاحقينك مو لاحقينك مثل ما لاحقينك بالعصاية يعني بدك تمشي بدك تركض مجتمع رأسمالي مجتمع استهلاكي بدك تشتغل ما إذا ما تشتغل ما لك أي قيمة إذا ما تنتج ما لك أي قيمة فيعني بعض الناس لا هنن انسجموا بهي البيئة ولا عم يقدروا يحكوا مع الناس ولا الناس عم تهتم فيهم الناس كمان بالسويد ملت منا أو كرهتنا بشكل معين يعني ما عاد عندها الحيوية أنه تقرب منك كان بالبداية كان في كتير نشاط ولا يزال لكن الأغلبية الآن قالت نفضنا إيدينا منه نهدلوني وأصبحنا فعلا 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 أقولها فعلا ولي يعني أنا أصف واقع فعلا على مائدة اللئام بعض العائلات يعني يعاملونها معاملة والله يعني أسوأ ما يكون يعني ما في رحمة ما في رحمة حقيقة ما في رحمة الآن ما في رحمة ما حدا بيرحمك فهؤلاء المساكين الذين جاءوا إلى هذه البلاد وخصوصا الذين جاءوا في الفترة الأخيرة فإنهم يعانون أشد المعاناة والله ربما يتمنون الموت ليل نهار أنا أقولها لكم ربما يقولون ليتنا بقينا في سوريا وتسقط علينا الصواريخ ونموت ونرتاح لان ما في ما في حياه يعني ضغوط ضغوط نفسيه شديده طلاق حدث ولا حرج الطلاق مشاكل اسريه اولاد مخافة عليهم حدث ولا حرج المراهقين انسى انسى خصوصا اذا كانوا بمنطقه فيها اجانب ومخدرات وعصابات اجانب مقصود فيها العرب يعني انسى هذول يعني وضعهم يعني على خطر شديد ان لم يرحمهم الله سبحانه وتعالى. فالآن بعد ما كنت لمت نفسي انا لانني حذرت من المجيء الى بلاد الغرب، وكنت صادقا في تحذيري قبل عشر سنوات. الآن ادركت قلت والله انا كنت صادقا، وحين نصحت كنت صادقا من كل قلبي، وانا كنت ادرك انا لم اكن انصح، انا قلت اذا واحد يا اخي شاطر وعنده شهادة عالية جدا وبيحكي ثلاث أربع لغات هذا بيقدر يدبر حاله هذا هو هو ذكي ذكي وعنده مقدرات عالية فهذا بإمكانه أنه يعني يأمط وينجح إذا كان واحد مسكين وعلى قدراته على قده هذا جيت لهون جحيم والله يا إخوتي جحيم لا, لا دكتور عم يفهم على الدكتور بروح على الدكتور الدكتور بيلاقيه ما عم يحكي لغه بيطنش عنه بيقول له معلومات غلط يعني لا الناحيه الصحيه ماشيه معه لا الناحيه الماديه ما عم يلاقي شغل لا الناحيه الثقافيه معزول عزل كامل لا بيحك مع السويديين ولا هو بيحكي مع السويديين والناحيه اللغويه يا اخي يا حبيبي تعلم اللغه انا اسالني عن تعلم اللغه تعلم اللغه يا اخي في ناس تعلم اللغه بكل سهوله وفي ناس والله لو بتحطها خمسين سنة ما حتتعلم اللغة أنا اقول لك أخي ما هيك يا أخي ما بيتقبل أعمل لك ما بيعرفوا عربي هن يا أخي ما بيعرفوا عربي رح السويدي لا أخي مو الخطأ من الشخص نفسه أنا ما أوافقك في حالات الخطأ من الشخص نفسه لكن في حالات يا أخي الواحد بده يحسبها ويفكر أنا درست الموضوع لا 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 أخي في أخ عم يكتب إن الناس جت لهم من طيب خاطرها انا ما عم بتكلم الان بعرف ان الناس اجت غصبن عنا بس الناس اجت غصبا عنا مشك... مشان ترتاح بس اللون في منهم يا اخي مو مرتاحين يعني مو عايشين حياه اسوا ما يكون صحيح انهم عايشين عايشين هون بس مثل ما بيقولوا من قله الموت لا طبعا ما انا لا الله لا يوفق اللي كان السبب انا عملومه اللي جاي لك يا اخي انا زعلان عليه الله يسامحه وعدم يقول لي انت عم تلوم القادم انا ما عم الوم القادم انا زعلان عليه قلبي محروق عليه اخي هذا اخي واختي هني عم يشكو لي المهم طبعا على مين الحساب على رب العائله اللي كان هو السبب أه لكن شو فكره كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هي الرعيه مين مسؤول عنها هي الرعيه اللي راحت ياكل اكلتها الاغناء اكلتها الذئاب انما ياكلوا الذئب من الغنم القاسيه القاسيه فانا ما الوم احد اخي انا قلبي محروق عليهم شو بدي الومون اهلي وناسي واحبابي واخواني وعم ساعدهم اللي بقدر عليه بس انا عم بوصف لك المعاناه اللي عم يعانوها يا اخي الان ما في رحمه الان ما في رحمه الان الان الواحد اللي من هيك مو حاله والله اللي مو قد حاله بيعاملوه أسوأ معاملة وما حدا بيسأل عنه وإن شاء الله عمرك ما تحصل وروح دبر حالك انتبهتوا علي شلون اللي الحل إلى الله إلى الله الحل هو ال... نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى طبعا اخي اللي بيجي صغير اللغة سهلة عليه. اللغة انا لك اخي انا بعرف الكلام اللي انتم عم تحكوه يا حبايبي، انا اصلا سويت الصفحة، روحوا ادخلوا على صفحتي تعلم السويديه مع الدكتور حسام. تعلم السويديه مع الدكتور حسام، شوفوا شو حكيت انا من قبل سنين شو شجعت على تعلم اللغة، انا ما عم بحكي لكم الان انه الواحد ما لازم يتعلم اللغة، انا عم بحكي لكم عم بوصف لكم الان حال بعض الناس اللي اجت لهون وتعاني حتى اللي تعلم اللغه مو بس هيك اللي تعلم اللغه وعايش بانعزال كامل وعم يركض ليل نهار ما عم يلحق عم يركض ليل نهار ما عم يلحق ولا عم يلحق المتطلبات اللي عليه، انتبهتوا علي يا حبيباتي؟ انا ماني عم اي انسان اي انسان ما الوم اي انسان ابدا بالعكس شوفوا شو انا سجلت لكم اللغة انا قلت لكم اللغة مهمة جدا. اللغة مهمة جدا جدا جدا. هي اهم لغة، إذا ما بتعرف لغة لا لا تظن إذا بتجيب مترجم بعمرك أنه تعرف شو عم الطبيب، الطبيب بس يكون في مترجم المترجم المترجم يا إخوتي المترجم المترجم ما بيعطيك المعلومات الصحيحة والطبيب بما يشوفك ما بتعرف تقرأ ولا عندك لك مو بس لك تعرف لغة لك يا أخواتي أنت مو فهمانين القصة علي القصة تكون على مستوى تبحهم الثقافي يعني إذا أنت ما عندك اطلاع على الأمراض وبتعرف شو هي بتروح على المستشفى ما بتعرف شو عم يعملوا معك ولا تعرف شو عم يعطوك بده يكون واحد عنده ثقافة اجتماعية معينة متناسبة مع السويديين سويديني بيقروا ليل نهار بيقروا يا جماعة بيقروا ليل نهار يعني أنا مصاب بالصدمة يعني أنا توقعت إنه يكون الوضع غير هيك يصير بعد فترة لكن عم لكم أنا شو الوضع الحالي الوضع الحالي اللي مو قد حاله آكلها آكلها بمعنى آكلها حقيقة الله يكون بعون هون أسأل الله سبحانه وتعالى كل واحد هيك مسكين ومعتر الله يكون بعونه والله يا رب يهيئ له مين يساعده ويسنده لانه في مساكين كتير والله يا اخوتي في ناس يعني مساكين يعني عم يعانوا بالبلد هي هون مع انه البلد لسه أهوى من غيرها بس مع ذلك عم يعانوا فيها يا زلمة بتجيك رسالة بتجيك رسالة على البيت بدك نص ساعة ما بتعرف مكتوب فيها الرسالة قد صعبة عليهم ما بيعرف يجاوب على هاي الرسالة يمدي يعرف وشو مطلوب منه وشو المتهيئات وشو لازم يعمل وشو لازم سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش ثمانين حولا لا أبالك يسأمي هلا خلصنا من هاي النقطة بدنا ننتهي على النقطة اللي بعدها قديش هلا صرنا عم نحكي اي شوفوا النقطة الثانية بدي احكي لكم اياها هاي خواطر طبعا هلا انا بجوز كلامي خطا مش تقولوا والله هذا كلامه صح هي خواطر انا تخطر لي فاحب اشارك فيها بعض الناس بعض الناس والله يا اخي عم يجيبوا عم يجيبو ناس هلا مساكين عم يجيبون عن طريق الامم المتحده ما بيعرفوا يحكوا كلمتين عربي على بعض يا اخي عم يجوا على البلاد هي هون على بلد متقدمه وصعب الحياه فيها الله يكون بعونهم اللغه سلاحك في هذا البلد لا شك لا شك بدون لغه اللغه انا عم بحكي انا طبيب وبعرف شو عم يصير إذا بدك تحصل حقوقك الصحية لازم تتكلم لغة ومو حي الله لغة تلاقي واحد صار له 20 سنة هون وما بيعرف يحكي لغة سويدية مثل العالم يعني يعني لما تيجي تحكي مع واحد تيجي بدك تحكي معه تقول له أنا صار لي 20 سنة وما بتعرف تحكي سويدي يعني شو بده يحكي عنك هذا؟ شو بده يقول عنك السويدي؟ شو بده يعطيك؟ الموضوع الثاني اللي بدي أحكي فيه انتقل له هلا ناخذ وقتكم وقتكم كثير اللي هو قال ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن نعم شو كمان بيقولوا نسيت بيت الشعر اللي بدي لكم يا. تبعه التيار يغلبه السفين شو هو حدا يذكرنا ببيت الشعر هذا اللي الشطر الثاني تبعه والتيار يغلبه السفين ما حدا متذكره المهم احيانا بعد ما عم نشوف شو عم يصير بالعالم وبتطلع على حالي وبتطلع على الناس اللي لسه لحد الان يعني متاملين باصلاح الانسان ايه الله يزيك الخير يا باش مهندس بمشيئه الملاح تجري الريح والتيار يغلبه السفين شوفوا بمشيئه الملاح تجري الريح والتيار يغلبه السفين احيانا بطلع بقول انا شو عم بحكي انا بطلع بحكي وبعد بنصح وبحكي بالاخلاق وبالعفه وبالصدق وبالصدق العاطفي وبالصدق المشاعري وبترك الغيبه والابتعاد عن المحرمات والابتعاد عن الفاحشه والابتعاد عن اكل الربا وبعدين بطلع بشوف شو عم يصير بالعالم بدخل على صفحات الانترنت بقول يا زلمه بمشيئه الملاح تجري الريح بس للاسف الملاح هلا الملاح اللي عم ي... اللي عم مشي الريح هلا مين هو هو وش اشخاص ما بدي اقول لكم انا متابع الكونسبيراشون لكن في حدا مشتغل انه بتمشي تمشي الريح هذا الملاح اللي عم يسوء نحو الافساد، الافساد لاعلى درجات. كل شيء يشجع على الافساد يشجع على الافساد، أه هلا حرجع لك اخ عامر انا اخالفك اخي. وخالفك موضوع انه الاخلاق قبل الدين هلا بقول لك ليش من باب تفصيل فلسفي بس هلا ما حدخلها خلينا بعدين بس خلينا نكمل في حدا اسمه الملاح بمشيئه الملاح تجي الريح الريح شو الريح عم تسحب الناس ونحو دين الحمق دين الحمق لدرجه خياليه يعني دين الحمق ايديوكراسي ايديوكراسي اللي انا بسميه ايديوكراسي هذا الملاح ابن الحرام اللي قاعد فوق وعم ي... عم يمشي هيك الناس يعني فوق البشر المفسد في الارض هذا الافساد افساد في الارض يا اخي الناس ماشي معه والتيار يغلبه السفين يعني يعني شو بدي الكون يعني ما عم يهدي لأن... انت بتحاول قد ما فيك تحوط تحوط حول الناس تعمل هيك زم 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 زم, زم. مشان تحمي الأعراض وتحمي الأخلاق و... وتحمي الناس من 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 هذا الفساد تدخل على الإنترنت يا أخي بتشوف شغلات بتقول كأنه الناس ماشية كالقطيع كالقطيع وخصوصا يا حرام الجيل الجديد فايت بستين حيط فايت بستين حيط بتلاقي البنات كلها بتتصور بنفس الطريقة البنات كلياتها بتلبس نفس اللبس وبتصور بنفس الطريقه وبتعمل هيك بشفافة وبتعمل هيك وبتحط بوتوكس و وما بعرف شو صاير لون ولا في هون شيء بالطاسه فاضيه هاي الطاسه فاضيه ما فيها شيء امشي اشتغل جيب مصاري صيف مصاري ايديوكراسي ايديوكراسي من الدرجه الاولى الشباب كمان مساكين كمان فاتين بالحيط يعني شو بقول انا وين انت عايش؟ ما خلص خليها التيار يغلبوا السفين يلا الملاح تجري الريح و... وانت ما طالب بايدك تساوي شيء، لا انا ولا اللي مثلي يعني. يا اخي شو شيء عجيب المادية هي والحمق وال... هذا الحمق يعني حمق بشكل عجيب عجيب، الشيء عم يصير لا يمكن عقل يتقبله يعني. فانت بدك تجي تحكي لهم على عن الصدق وعن الهيه بتحط الفيديو تحط الفيديو بتدعو فيه للخير بيشوفوا خمسين واحد بتدخل على تبعات المسخرة والبياخة والشو اسمه بتلاقي واحد شايف الفيديو عشر ملايين خمسين مليون خمسين مليون يا ناس خمسين مليون خمسين مليون عم يتفرجوا على شغلات الفساد والفساد والمسخرة وال والفحش وال ف ما بعرف اذا عرفت اعبر لكم عن الفكره تبعي لكن في شيء في شيء مثل ما قلت لكم ما هو طبيعي ابدا تيار وماشي وهالناس عم تخبط في ناس عم تسبح بالعكس وانا عم شجع الناس اللي عم تسبح بالعكس بعمل اللي علي والباقي على الله ما حوقف ما يسيبوا الواحد اليأس ما يصيبوا الواحد اليأس. الآن نجيب على سؤال الأخ عمار أو عامر ما بعرف، عامر يمكن اسمه قال الأخلاق قبل الدين. أقول لك يا شيخي الحبيب، إن الأخلاق في الإسلام هي أحكام شرعية. وهذه هي فلسفة الأخلاق في الإسلام. بمعنى، بمعنى يا سيدي الكريم، أن الصدق هو حكم شرعي. يعني يجب عليك أن تصدق مو أما إذا أخلاق واحد بمرق لك يا من هون لك من هون الأديان ثابتة أو الأقل الإسلام بأحكامه الشرعية ثابتة أما الأخلاق كل يوم خلق بيختلف عن خلق أنت بعد علي شلو إذا الأخلاق في الإسلام هي جزء من النظام الشرعي النظام الشرعي اللي هي اتباع أوامر الله سبحانه وتعالى التي أنزلها على النبي صلى الله عليه وسلم فالأخلاق هنا لا ليست فقط أشياء يتفق عليها الناس حسب اجتماع مجتمع معين يا سيدي الكريم هو كان صادقا ولكن مجتمعه كان كاذبا انتبهت عليه شلون انتبهت علي شلون هذا كلام صحيح لكن يا سيدي الكريم الذي يحفظ الاخلاق هو الدين الذي يحفظ الاخلاق من التغير هو الدين انتبهت علي شلون وبغض النظر عن اي شيء كما قلت لك ان الاخلاق في الاسلام هي احكام شرعيه تخضع الاحكام الشرعيه التي هي التي هي الفرض والمندوب والمباح والمكروه والحرام اخلاق هذه كلها تتبع هذه حتى لا يكون الامر فضفاضا وليس له ما يحكمه نعم عندما الامه يا سيدي الكريم بقاء الامه هذا بقاء الامم يا سيدي احسنت بقاء الامم بقاء الامم مرتبط باشياء كثيره ليس موضوع سهل جدا بقاء الامه بقاء في مركزها الحضاري يرتبط بامور كثيره ليس الان مسار البحث فيها اما اما انا اوافقك ان قلت انه الدين الدين ان كان الدين مجرد يعني طقوس بدون ان ي ان كانت ان كان الدين مجرد طقوس خاليه من المعنى يعني احكي لك احكي لك مثال انت بتعرف جبران خليل جبران جبران خليل جبران هو أديب أديب صادق كان يكره النفاق انتبهت علي شلو كان يكره النفاق وكتب كتبا كثيرة ينتقد فيها المنظمات الدينية لأنها كانت أبشع ممثل للظلم يا سيدي الكريم يا اخ عامر انتظر علي انا هشرح لك انا عم بتعمق معك شوي شوي عم بتعمق معك الموضوع جبران خليل جبران لو قرات كتبهم دمعة وابتسامة يسوع ابن الانسان أه الاجنحه المتكسره أه لا اذكر الان في كتبه تلك تجد عنده نقد لاذع ل... لأولئك الذين يتخذون الدين ك ك يعني شو بدي لك هو ذئب ولكنه يلبس يلبس الدين كلبس الحمل حتى يستطيع ان يستغل الناس وياكل اموال الناس بالباطل وليس عنده لا اخلاق وليس عنده دين هو اساسا لماذا لان يا سيدي الكريم أيهما أقوى يا أخ عامر أيهما أقوى لك كدافع أن تلتزم بالخلق لأن المجتمع فيه ذلك الخلق أم تلتزم بالخلق مخافة رب العالمين المجتمع السويدي سوف أخبرك يا سيد عامر المجتمع السويدي تعلم هذه الأخلاق في الكنيسة انتبهت عليه شلون تعلم هذه الاخلاق في الكنيسه نعم. الان عندما لم يعد هناك اي نوع، انا اخي مطلع، اسمعني يا سيد عامر. انت ربما لم تطلع على ما اطلعت عليه انا. انا اقول لك ارجع الى كتاب اسمه فو... اه... 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 اسمعني اسمعني يا سيد عامر. ارجع الى كتاب اسمه ليس بوك فور فولك إذا طلعت على هذا الكتاب سوف تفهم ما أعني أنا ليسي بوك فور هذا كتاب القراءة للمرحلة الابتدائية في المدارس السويدية في المدارس السويدية في بداية القرن الماضي يعني بداية الألف وتسعمية لو اطلعت إلى ذلك على ذلك الكتاب لعلمت لماذا أصبح السويديون متخلقون بهذه الاخلاق لم ياتي ذلك الخلق من العدم اساسه هو اساسه الديانه المسيحيه يا اخي ثم التنور اي اخلاق تعلم في المدرسه الان الان لا تعلم الاخلاق في المدرسه الان المدارس تتجه نحو الدمار هنا في هذه البلاد هذا يدركه السويدي وغير السويدي ما يعلمون الاخلاق في المدارس ابدا، الطالب يجلس ويرفع رجليه بوجه, بوجه الاستاذ. تقول لي: اسمعني يا اخ عامر اذا استمر الحال هكذا اذا استمرت المدارس تدرس هكذا بالابتعاد عن الدين سواء الدين النصراني او الدين الاسلامي او الدين اليهودي. الابتعاد عن الدين الابتعاد عن الدين في المدارس وعدم تلقين الاولاد الاخلاق بناء على اساس ديني فان هذا سوف ترى هذا المجتمع الذي كنت تراه الان لن تراه بعد عشرين سنه وهذا نلمسه الان وانا المسه في عملي يا سيدي الكريم انا اعمل كنت اعمل مع أنا اشخاص مواليد العام 1910 ثم عملت مع اشخاص عالجت اشخاص مواليد 1920 ثم عالجت اشخاص مواليد 1930 واعالجهم الان وعالج اشخاص عام 1940 وعالج اشخاص الان 1950 انتبهت؟ وفي كل جيل يختلف احسنهم وافضلهم اخلاقا وادبا وكل ما تحب الذي كان 1910. كما تريد يعني انا قلت لك من الناحيه الشرعيه أنا سألت من ناحية الشرعية أقول لك الأخلاق هي أحكام شرعية وهي ما, يم... ما هي لذ... التي كما قلت لك عندما يكون الخلق الأخلاق تتغير أما أحكام الشرعية فلا تتغير هي ثابتة أخي تبات على شلون على كل كما, تر... كما تريد لكن أنا أحب منك أن, أن تطلع على كتاب ليس بوك فور فولك سكولان وتطلع على التاريخ السويدي وكيف كانوا يتعلمون الأخلاق الاخلاق في المدارس وفي الكنائس وهي التي يحتفظون بها الى الان ولولاها لما رايت هذه الاخلاق ثم ان هناك امرا امر اخر كيف تقارن الانسان الشبعان بالانسان الجوعان وكيف تقارن الانسان الذي لديه كل متطلبات الحياه الاساسيه طبعا سيكون سلوكه يختلف عن انسان لا يلقى تلك الاساسيات في الحياه نعم الله يرضى عليك أه قبل أن أنسى أنا وضعت وكتبت لكم وضعت وكتبت لكم أنني أي شخص يرسل لي على المسنجر رسائل عامة أو مقاطع فيديو عن طريق هذا الاسم فيدر بفودرة يعني اه copy and paste and send هذا سوف أحجبه لماذا؟ لأنه يعيق وصول الرسائل المهمة التي فيها خدمة للناس علي عندما يكون الكم كبيرا فهو يضر غيره يضر غيره حين يمنعني يمنعني من مساعدة الآخرين فأنا أقوم بحجب له وأنا قد حجبت كثير من الناس رغم أني متألم لأنني أعطيتهم فرصة واثنتان وثلاثة وأربعة وعشرة ومئة فرصة لكن الآن لن أعطي لأنه لن لن أحرم المسكين الذي هو بحاجة أن أساعده أو يكتب لي رسالة خاصة فيها مشهورة أو فيها سؤال أو فيها معونة من أجل آخر يرسل لي أشياء هو لا يعرف أصلاً أنه يرسلها لي هو يضع اللائحة كلها يعني عنده مئة صديق بيبعث الفيديو للميت صديق وما عارف أصلاً أنه أنا أرسل لي واللي بيبكي أكثر أنه ما عارف لحد لا أنه أنا حجبته هو ما بيعرف لحد لا أنه أنا حجبته فانتبهت عليه شلون لكن اعطيه فرصه الذي يريد ان يخاطبني بامر معين وقد وجد انني حجبته فبامكانه ان يرسل لي رساله على العام ويقول لي ارجو منك ان تعيدني لخاصيه المراسله والا فانني ساستمر ولن اتراجع وليس هذا من انا احبكم احبكم وانتم في قلبي لكن يا اخي بلغ السيل الزبا 100 رساله وين بدي ضيع انا؟ بدي اقعد اسبح بيناتهم وما اغرقت. فهمتم علي يا حبيباتي؟ اليوم اليوم وصلني خبر ازعجني في الصباح وهو انه احد العلماء الكبار من اخوتنا الايغور اسمه محمد صالح اخو الشيخ محمد صالح وهو رجل في مسن كبير في السن ما شاء الله وجهه منير وهو على صفحتي كما ترونه وهو كما ترونه يعني رجل كبير في السن وهو أول من ترجم القرآن للغة الإيغور كانت السلطات المجرمة في الصين قد ألقت القبض عليه واليوم سمعت أنه مات تحت التعذيب فحزنت كثيراً وتذكرت إخوتي الإيغور وأن لم أنساهم يوم من الأيام هؤلاء المساكين الآن هم أكثر الناس مقموعين من المسلمين في العالم لا يوجد أحد مقموع مثل أولئك الإيغور الأخ عامر عم يقول أنه في أشياء تعجب أخلاق المجتمع السويدي يا أخي أنا بحب السويدين كثير وأنا قلت لك وإذا سمعت آخر مقطع إلي اللي سميته القداد السوري موجود على اليوتيوب القداد السوري واخلاق الشاب السويدي يعني انا ما انا ما عم بحكي شيء انا عم انا خايف عليهم انا لاني بحبه وخايف عليهم اذا هيك بده يستمر الوضع بده يستمر الوضع على انه انتشار الزنا وانتشار الفحش والانتشار ال 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 الكذب والمخدرات والاجرام ما هي شيء يا اخي من الشغلات اللي انت عم تقول عليها طبعا عندهم هن يا اخي هن شعب متحضر يا اخي شعب متمدن على درجات التمدن والحضاره ما في احد مثلهم انا احب السويديين انا اقولها امام كل الناس ولا اخجل منها انا شفت منهم ما شفت ما شفت من غيرهم بدي احكي لكم لا احكي لكم انا شفت منهم احسن معامله لا ما بدي اياه تتغير انا هادي خايف منه هذا اللي خايف منه أن دين الحمق هذا دين الحمق الايديوكراسي ينتشر بهذا المجتمع اكثر من هيك دمار الحمد لله هسه هو بالسويد اخف من غيرها عند اولاد المسلمين اكثر من عند اولاد السويدين على فكره هالايديوكراسي عند اولاد المسلمين انسى اولاد العرب والمسلمين هون لا حول ولا قوه الا بالله مطبلين مزمرين إذا حدا عنده سؤال أو عنده أي تعليق قبل أن أنهي يعني طولت عليكم خلاصة الكلام خلاصة كل شيء حكينا لا طبعا مو بس عند المسلمين لا يا أخي لا مو بس عند المسلمين حتى عند غير المسلمين كل شيء من جاي جايه من بلاد بلاد الاجانب وعايشين مع بعض، هلا الاسباب اخي هي بدها واحد عالم ينزل يعمل ابحاث على الارض، انا ماني عالم باحث. انا مالي عالم, عالم باحث. انا انا فقط اصف، انا اصف. في لازم ينزل علماء علماء بحث اجتماعي من الجامعه يعملوا دراسات ويعملوا احصائيات ويعملوا دراسات، ساعتها اللينك اخي بيقدروا يحكوا بصحة بي 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 اكثر مني. لا يا اخي انت غلطان، والله يا اخ عامر انت غلطان. شو العنصرية زادت بشكل كبير جدا. العنصرية صرنا نلمسها بشكل كبير يعني بشكل كبير جدا. صرنا نلمسها. يا سيدي الكريم، يا سيد عامر، انا ايضا اتعامل مع شباب سويدي. شباب سويدي من ارقى الانواع، وهو يبحث عن الحقيقة، وهو يعلم ان هذا الذي يجري ليس في مصلحته، انتبه يا اخي. انتبه يا اخي، الرأسمالية ما زادت الانسان الا ألما وغربة. الرأسمالية التي انت ما تدافع عن الرأسمالية يا اخي. الرأسمالية هذه أسوأ نظام، أسوأ نظام عرفه التاريخ. هذه الرأسمالية. الرأسمالية والمادية البحتة والإستهلاكية هذا أسوأ نظام عرفه التاريخ. ولا تغرنك الوفرة. الوفرة لا تعني السعادة يا سيدي. الوفرة لا تعني السعادة. كانت الناس في قلة وكانت سعيدة أكثر من الآن بمرات عديدة. طبعا هذا هي مهمتك انت يا اخ عامر، انت مهمتك انك تدله على الطريق الصحيح حتى يجد السعاده. هو الانسان الصادق والخلوق هو بحاجه الى الله سبحانه وتعالى. يجب عليك ان تعينه وترشده الى الطريق ولا تكون انت بخيل، لا تريده ان يهتدي. عندك الهدايه تريدها لوحدك ام تريدها له ايضا؟ هدلون لازم لازم نركض وراهم وندلون الصادقين الأخلاق الخلوقين المؤدبين هدلون اصحاب الخلق الرفيع الناس معادن يا اخي الناس معادن خيرهم في الجاهليه خيرهم في الاسلام يعني لما يكون واحد معدن نظيف قبل الاسلام معدنه نظيف وظريف بعد الاسلام معدنه بصير انظف اما هي اللا دينيه يا اخي والله هي اللي لا دينية خطيرة يا أخي خطيرة كثير، كل نهار بيطلعوا لك بشغلة جديدة، كل نهار بيطلعوا لك بفنة جديدة، يعني يعني بدك لي قوم لوط اللي كانوا يرتكبوا الفاحشة ما كان عندهم أخلاق، قوم لوط اللي فعلوا ما فعله غيرهم، ما كان عندهم أخلاق قوم لوط، بس ما كان عندهم دين. ايه نخلص نلخص الحلقه بما انه هلا ما حنحكي كثير شغلات جديده، الحلقه تلخص على الشكل التالي. اخوتكم الايغور مساكين مضطهدين يحبون الاسلام يحبونكم لا احد يبالي بهم، كل الناس لهم بواكي الا الايغور ما لهم بواكي. اليوم استشهد احد علمائهم الكبار رحمه الله عليه تقبله الله بالشهداء. ما تنسوهم. تكلموا اقرأوا عنهم. اقرأوا عن اخواتكم الايجور، اقرأوا عن شعب التركستان الشرقية. اقرأوا عنهم يا احبتي. النقطة الثانية: هناك اخوة لكم جاءوا إلى هذه البلاد وهم يعانون أشد المعاناة لأنهم ما عم يتأقلموا. عايشين تعاسة مادية، تعاسة جسدية، تعاسة نفسية، تعاسة روحية. الله يكون بعونه تمام هاي النقطه الثانيه النقطه الثالثه دين الحمق عم ينتشر تدخل بتشوف كل البنات بتصور نفس الصوره تطلع مزلطه كلياتها بتنفخ شفايفها كلياتها بتطلع على نفس الاشياء الشباب كمان ما شو عم يسوا المجتمع كلياته فايت ب حيط تمام النقطه الثالثه اللي بدي اقول لكم اياها انه يا اختي يا اخواني يا احبائي لا تبعثوا لاحد رسائل هو ما طالب منكم تبعثوا له رسائل لكن ما طلب منك انك تبعث له يا اخي فيديوهات ولا طلب منك تبعث له رسائل عامه لا تبعث له يا اخي لا تبعث له يا اخي الناس محرجه الناس محرجه عم تتضايق بتجي على قائمه الاسماء كلها بتبعث لكل كل الناس فالاسلام بده ينتشر شاء من شاء وابى من ابى ولن يبقى بيت الا وسوف يدخله الاسلام بدون ان اللي رضى رضى واللي ما رضى رضى واللي عجبه عجبه واللي ما عجبه عجبه الاسلام بده ينتشر بده ينتشر بده ينتشر, بده ينتشر فينا او بغيرنا يا اخ عامر بده ينتشر الاسلام فاحسن ما نعيب على غيرنا خلينا نحن نشتغل يا اخي انت اللي قال رب العالمين بده يسالك يا اخ عامر بده يسالك عن عن حسام بسألك سؤال يا أخي عامر يوم القيامه اللي عند الله سبحانه وتعالى الله رب العالمين على شو بده يسالك رح يسالك على هاد لينك الناس لك يا اخي شو بدك بغيرك انت اهتم بحالك انت يا اخي انت عليك من حالك انت عليك من حالك شو بدك بالناس الثاني بدك تمر من بالمعروف المعروف وتنهى عن المنكر يلا تفضل بس اول شيء انت عليك من نفسك الله ما حيسالك عن غيرك عرفت هاي شلون روح الجامع يا شيخ عامر وقف قدام الناس انهم لهم يا مسلمين انتم ليش عم تساووا؟ ما بدك تامر بالمعروف تنهى عن المنكر طالما انت ترى يا اخ عامر طالما انت ترى ان ذلك منكرا لماذا لا تنكره؟ من راى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان هون بالبلد هاي ما فيك تغيره بايدك هي بلد ما فيها عنف ولا فيها هاي الشغلات هاي وهذا اصلا العنف ما عاد موجود هذا بالمجتمعات كلها يا اخي ان كنت شيخ ما في حدا شيخ انا شيخ انا سميني شيخ انا مالي شيخ انا عبد مسكين وانت مثل مني انت يا سيد عامر مثلك مثلي ماني احسن منك ابدا انت مش احسن مني بكثير اسمعني يا شيخي يا اخي مو شيخ يا اخ عامر أنت لما بدك ترى منكر أنت ترى منكر لفرضنا أنت بدك تقوم بالواجب اللي عليك أنكر هذا المنكر يا أخي أنكره بلسانك أنكره بلسانك اكتب مقال اطلع اعمل فيديو روح على المسجد احكي مع المسلمين إذا أنت ترى أن المسلمين يا أخي عم يشو الإسلام روح احكي معهم يا أخي ما بكفي ما, بيقدر واحد يقعد ببيته ويقول غلط على غيري هذا ما بينجيك امام الله هذا انت ما انت اهم شيء بالنسبه لك مين؟ انت ما اهم شيء لك عامر خلص انت انكرته طالما انكرته اخي الله يزيك الخير شو انت بتغير الكون؟ ما قلنا لك شو قلنا لك؟ والتيار بمشيئة الملاح تجري الريح والتيار يغلبه السفين التيار يغلبه السفين دين الحمق ماشي يا اخي نهر ماشي دين الحمق شلت بدك توقف وشه انت عم تسبح بالعكس حمود ربك اللي انت عم تسبح بالعكس ما سبحت مع التيار اذا سبحت مع التيار رح يوديك الله لا يقدر نعم نعم يا احبتي الدين شو هو الدين انت حامل له الدين هل هو الكتاب الكتاب هو الدين الدين انت انت الدين باخلاقك واعمالك وافعالك انت بدك تثبت الدين هذا انا انكرت انا انكرت ما سكت نعم فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين هلا ماني انا ماني راضي انا قلت لك انا مالي راضي والمسلمين بهالبلد هاي او العرب او الاجانب بشكل عام هن سببوا بافعالهم الشاينه سببوا كره الناس الون انا بقول لك شو التفسير هاي القصه ما حقول لك يا ما بقولوا لا حي الله حدا تفسير في تفسير اخي في شيء انت ما لا انت بتعرفه كثير ناس ما بيعرفوه بس ما بحكي على العلن انا عرفت شلون في ليقضي الله امرا كان مفعولا. الله يعذب هذا بهذا، ويعذب هذا بهذا. هذا شوفك اللي علي من الاشاره. الله يعذب هذا بهذا، ويعذب هذا بهذا. اخي انا لا صوفي انا بيقول لي صاير صوفي، انا انا لا صوفي ولا انا ما عندي غير اسم واحد. اسم واحد ما عندي غيره، هو مسلم. مسلم بحب المساكين هي هي، ما في شيء ثاني، لا حزب ولا جماعة ولا مذهب ولا طائفة، كل هذا كله عندي أنا جاهلية. تمام؟ أنا بس حطيتها بيقول يعني لي هي ما, ما دخلها بالصوفية هي. هي حطيتها بس لأنه مناسبة على اللون لك أخي. لون أخضر على اللون أخضر. لون أخضر. عرفت شلون؟ والخاتم أخضر. بس مشان هيك، شوف أبيض وأخضر. والخاتم اخضر والحيط ابيض تناسب الوان اخي استلمني روحك يلا نقوم نصلي احنا على نصلي العشاء واستودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله يزيكم الخير ابو احمد الحبيب يسلمني روحك والله مقصر معك شو جاهلية؟ شو حديث أنهم جاهلية؟ يا أخي لما الإنسان بيتعصب لما الانسان بيتعصب لمذهب بشكل انه يكره اخوه من اجل هذا المذهب هي مشكله كبيره يا اخي مشكله كبيره كل واحد حر عرفت شلون اما انا اخي زلمه لا طائفي لا مذهبي لا حزبي انا اخي بحب الانسان بشتغل لخدمه المساكين في سبيل الله بس غير هيك اما اذا تقلي من ناحيه فقهيه طبعا انا مطلع اجباري بدي اتبع مدرسه فقهيه هي ما لها علاقه أنا ما عم بحكي عن مثلاً إنه أنت تتبع الفقه الشافعي أو الملكي مالكي أو الإمام أبو حنيفة أو إمام أحمد كله ساداتي كلنا أحبتي بس ما بتعصب أنا مسلم فقط لا شيء ثاني هي كلمة الصوفية اجت من بلاد ما بعرف من أي بلاد إلى أسبابها وكذا الأفضل نستغني عن هالأسماء كلها أسنى أسماء ما إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان بدنا نقوم نصلي هلا السلام عليكم